نحن نعتبر في الحزب الاشتراكي الموحد نقاش التصريح الحكومي والبرنامج الحكومي لحظة مسؤولية، لحظة مسؤولية وضرورة الوعي بالانتدارات الشعبية أولاً، والوعي بالتحديات والرهانات العالمية والإقليمية المطروحة علينا نحن أيضاً. وهذا يتطلب أولاً الحاجة إلى تقييم الانتخابات ومدى استعمال المال والأعيان والفساد الانتخابي الذي مع كل أسف شاب عملية انتخابية لهذه السنة. هذا أعطانا أغلبية مطلقة، وهذه الأغلبية المطلقة لا يجب أن تقتل منطق السياسة المبني على صراع الأفكار وصراع البرامج. هناك حاجة أيضاً إلى استشعار انتظارات المغاربة، والحاجة إلى وضع نظرة استباقية منسجمة مستحضرة للتحديات والرهانات المطروحة علينا. هناك حاجة إلى مشروع مجتمعي حداثي ديمقراطي لتأسيس دولة ديمقراطية وبناء مجتمع المواطنة والمعرفة والمساواة والعدالة الاجتماعية والمناطقية. هذه لحظة مسؤولية تتطلب منا الوعي بانتظارات الشعب المغربي الذي أبدع أشكالاً من الصراع الطبقي عبر الحراك الشعبي بالريف وبجرادة، عبر التنسيقيات، عبر الألتراس، عبر حركة المقاطعة، عبر حركة مناهضة ارتفاع الأسعار. وهنا نحن أمام سؤال الحفاظ على السلم الاجتماعي والأمن والاستقرار وما يتطلبه ذلك من سياسات شجاعة وقطائع مع الاحتجاجات مع الاختيارات التي أوصلتنا إلى الأوضاع المتأزمة والمركبة التي نعيشها. هناك كذلك ضرورة الوعي بالرهانات الكبرى والمتغيرات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها أزمة النظام النيوليبرالي وموارد الطاقة والصراعات الجيوستراتيجية التي ستؤدي إلى توازنات جديدة، ويجب علينا أن نحدد موقعنا نحن داخلها. هناك كذلك ضرورة الوعي للتخلص من السلطة ما فوق وطنية المفروضة علينا من قبل الدوائر المالية والاقتصادية والتي تركعنا تحت ثقل المديونية والخوصصة. هناك كذلك ضرورة الوعي بالأزمة المركبة حضارية وديمغرافية واجتماعية واقتصادية وسياسية، حيث أننا لازلنا في بلادنا نعيش في ديمقراطية الواجهة ورجوع السلطوية وضرب الحريات. هناك كذلك ضرورة للوعي بالأزمة البيئية التي تشكل أكبر تحدي أمام الإنسان وأمام البيئة، وكذلك أزمة ضرورة تجاوز الفساد المؤسس الذي يخترق جميع دواليب الدولة. هناك كذلك أزمة معنى أمام انهيار منظومة القيم وتنامي الفردانية والاستهلاكية والانتهازية واستغلال مؤسسات الدولة للاغتناء غير المشروع. هناك كذلك ضرورة للوعي بالعالم السيادة الرقمية لا سيبر سوفرينتي التي تترأسها الدول الولايات المتحدة وبعض الدول من آسيا، وباقي الدول ستبقى تحت الحماية. إذن عندما نطرح سؤال الانتقال الرقمي لابد أن نربطه بضرورة تشجيع البحث العلمي في هذا المجال أيضا. كل هذه الرهانات والتحديات تسائلنا وتطرح علينا سؤال إمكانية استرجاع السيادة الوطنية واستقلال قراراتنا واختياراتنا، سؤال الديمقراطية والإصلاحات العميقة الدستورية والسياسية والقطاعية المرتبطة بها، سؤال السلطة والسلطة المضادة، سؤال محاربة الفساد، سؤال استكمال وحدتنا الترابية عبر مدخل الديمقراطية وعبر مدخل محاربة الفساد والاهتمام بالشباب الذي يعاني من البطالة أكثر من كل جهة، يعني في الأقاليم الجنوبية حيث أن النسبة تجاوزت 50%. يطرح علينا كذلك سؤال الحرية المرتبطة بالكرامة، وهذه الحرية تتطلب اليوم أولاً خلق شروط انفتاح سياسي في بلادنا يبدأ بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، معتقلي الحراك الشعبي للريف، السياسيين والصحفيين
ورفع التضييق على المثقفين وعلى رأسهم. شكرا السيدة النائبة، انتهى التوقيت. كلمة للنائبة المحترمة السيدة فاطمة التامي. ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.